هنقرأ عن الذكرى 65 لثورة يوليو، نقرأ من جريدة الخليج ماذا بقي من روح ثورة يوليو. كلمة الخليج الإماراتية واللي بتقول فيها احتفالا بثورة 23 يوليو يحل اليوم ذكرى قيام ثورة 23 يوليو المصرية عام 1952 برمزها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. يجب التأكيد على أن ثورة 23 يوليو كانت باب دخل منه الكثير من الشعوب العربية إلى الحرية والاستقلال، فقد كانت أثير الثورة كبير على العديد من الدول العربية واللي يمكن حصلت على استقلالها من الاستعمار. وبتقول الخليج الإماراتية إن تأثير ثورة يوليو لم يقتصر على مصر ومحيطها العربي بل امتد إلى خارجها، حيث ألهمت الكثير من شعوب العالم لتنتفض ضد الاستبداد. ولذلك وجدت مصر نفسها في أطون مواجهة شاملة وكبيرة مع الدول الاستعمارية. لم تكن حقيقة ثورة يوليو إذن مصرية فقط بقدر ما حملت روحا عربية وعالمية. تتساءل الجريدة وبتقول سؤال مهم جدا اليوم بعد 65 عام على قيام ثورة يوليو عام 52، يتساءل الكثير عما إذا بقي شيء من روح الثورة، حيث أن الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية تشير إلى حدوث انكسار في مسار الثورة وروحها. فالوحدة العربية التي كانت تدعو إليها لم تعد كما كانت، والحلم الذي سعت إليه الثورة لم يعد قابلا للتحقيق، وحلت محله الصراعات الدامية داخل المجتمعات نفسها، وانكفأ شعار الوحدة العربية ليتحول إلى رغبة في العودة إلى الماضي. تختتم الجريدة كلمتها قائلة: رغم ذلك تبقى ثورة يوليو رمزا للخلاص والانتقال إلى عهد الحرية بالتخلص من الاستعمار وأدواته.